أشاد نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أشاد بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تشجيع جهود السلام وحوار الثقافات، مؤكدا على إنشاء مركز الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي سيكون دافعا للوصول إلى صيغ عالمية لإرساء مبادئ التعايش والتلاحم المجتمعي بين الشعوب المختلفة. وللحديث أكثر عن مبادرة إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش، ينضم معنا عبر الهاتف من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة. مساء الخير دكتور، لو تحدثنا عن أهمية وأبعاد إنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش. مساء الخير. في الواقع تاريخ البحرين يؤكد لنا بأن التعايش السلمي أساس قامت عليه أو قام عليه هذا المجتمع. فجاءت الملك وراءها أجداده وراءها حكام البحرين الذين لسنوات طويلة دعموا هذا الموقف وهذا التعايش السلمي. فالبحرين في الحقيقة من المجتمعات القليلة التي طبعا واجهت مشاكل تطرف أو ديني أو غير ذلك، هذا طبعا السنوات الأخيرة الماضية، وهذا طبعا دخيل على 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 البحرين يعني على المجتمع. وبالتالي أعتقد بأن جاءت الملك عندما فكر في هذا المركز وفي هذا المشروع، ومن ورائه في الحقيقة تاريخ عريق في التعايش السلمي في البحرين. وأعتقد أن البحرين تستاهل، البحرين لديها الخلفية، لديها البنية التحتية لدعم هذا المشروع على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي والإقليمي. ولذلك أعتقد أن ستشهد البحرين خلال السنوات القادمة تطور كبير في هذا المجال، وسوف بلا شك تكون من نبراسا للتعايش السلمي، خاصة في فترة تعيشها المنطقة إقليميا الكثير من الصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية. نعم. ولذلك أعتقد بأننا سوف نكون مركزا يعني وراءه بنية تحتية رصينة، وليس مثل بعض الدول الأخرى التي تبنت موضوع التعايش السلمي طبعا التعايش السلمي والتسامح بناء على توجيهات دولية مثل الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية والحقوقية. احنا بالعكس ينبع من مجتمعنا ومن قياداتنا السياسية هذا التوجه، فهو قائم أساسا يعني. نعم دكتور، إذا وقفنا عند هذه التوجيهات في ظل أن للبحرين باع طويل في إقرار التعددية والتعايش السلمي، حدثنا عن ردود الفعل الأمريكية والدولية لإعلان هذه المبادرة للحوار والتعايش. في الواقع الحفل في الحقيقة يعتبر حفل مميز بسبب طبعا حضور الشخصيات الهامة وطبعا جمعيات التسامح الديني والتسامح الديني بشكل عام يعني. نعم. وهذه طبعا الشخصيات في الحقيقة رحبت وبالعكس أرادت أن يشارك في افتتاح المركز إن شاء الله في البحرين خلال طبعا الأشهر القادمة يعني. وبالتالي هذا طبعا هذا التوجه دليل على أن حرصهم في المشاركة في الافتتاح وفي دعم هذا المركز. وبالتالي من الآن في الحقيقة يبدو أن المركز حصل على الهوية الدولية التي نبتقيها من خلال تحركنا على الساحة الدولية يعني. ولا ننسى بأن لوس أنجلوس الحقيقة هي مركز للتسامح الديني في العالم يعني. وبالتالي اختيار جهة الملك لإعلان هذا الإعلان طبعا بإنشاء المركز من لوس أنجلوس يعتبر بحد ذاته في الحقيقة صبغة دولية على المركز وعلى البحرين يعني. ولذلك أعتقد أننا شهدنا من خلال لقاءاتنا هنا في لوس أنجلوس مع المسؤولين، وسواء كانوا الحكوميين أو من الجمعيات الأهلية ومن المراكز الهامة والمتاحف متاحف التسامح الديني وغيرها، وطبعا واضح جدا بأنه هناك دعم كبير جدا للبحرين ولهذا المركز. فأعتقد أن المبادرة في الحقيقة حققت الكثير.
كثير من خلال أول يوم، من خلال الإعلان في أول يوم، وبدأت الاتصالات. إن شاء الله سوف يكون هناك في الحقيقة طبعا تحرك وعلى مستوى دولي أيضا لإعلان أو لبدء تدشين المركز من البحرين يعني. نعم، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي، شكرا جزيلا لك.